الحمد لله رب العالمين. مباراة كانت مهمة اليوم والفوز مهم وحلو. أبارك لجماهير النادي العربي وأشكر اللاعبين الأبطال على المجهود اللي قدموه اليوم، وإن شاء الله نتمنى أن يستمر الفوز في المباريات القادمة، وبإذن الله إن شاء الله يعني الفريق الإصابات تخلص والإيقافات ويكمل الفريق، وإن شاء الله يقدمون أفضل وأفضل بإذن الله. رغم أعتقد اليوم باركو السبك كمان عليك بكل فن. الحمد لله في وايد أمور فنية إن شاء الله تتعدل مع الأيام، وأيضا لا ننسى الإصابات شوية أثرت والإيقافات، يعني إحنا الفريق الوحيد من المعسكر ما كملنا. فوز مهم اليوم، لكن للحين الدوري في بدايته، وهالفوز صحيح مهم وأمام فريق كبير، لكن نتمنى إن شاء الله اللاعبين مع الأيام الجاية بإذن الله يبذلون مجهود أكبر. سعود، رغم الغيابات اللي كانت متواجدة أكثر من 11 لاعب، الكل أمانة توقع أن العربي ما راح يطلع في الأداء اليوم الرجولي في الملعب، ولكن أبناء الزعيم تركوا بصمة فيها. الحمد لله لاعبين أبطال وكلهم رجال وكلهم كاملين، يعني بكل أمانة الكل ما قصر. أنا أشكر اللاعبين واحد واحد، كلهم رجال، لكن كل أمانة أحب أقدم الشكر أكثر إلى لاعبنا ونجمنا اللاعب عيسى وليد. كل أمانة قاعد يبذل ويؤدي ويكون نجم وهو في الظل مثل ما يقولون، فنشكره على هالأداء ونشكر جميع اللاعبين، وإن شاء الله من أفضل لأفضل بإذن الله. منو؟ لا، أبو شار كان عنده ظروف عائلية في بلده، وفي المرحلة الحالية انحلت إن شاء الله، ونشوفه مستمر مع الفريق لنهاية إن شاء الله عقده أو الله أعلم، لكن اللاعب ما في أي مشاكل، لكن ظروفه والده الله يرحمه توفى، فهذه أثرت عليه شوي نفسيا، لكن اللاعب الحمد لله الحين نفسية عالية وبإذن الله يستمر إن شاء الله. سعود، حتى لا نطيل عليك، هل هذه دماغ داركو؟ والله داركو مدرب كبير ولا بصمة، لكن اللاعبين صراحة أبطال ورجال وعلى قد المسؤولية.